بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول قابلية الاشتقاق في نقطة، ونتناول كذلك نقطة زاوية. ما معنى نقطة زاوية؟ La dérivabilité en un point et on va voir le point anguleux à partir de l'exercice suivant. Exercice. انطلاقا من هذا التمرين سندرس هذه النقطة أو هذا الموضوع. J'ai défini de R vers R, X a pour image X carré moins valeur absolue de X plus 1. Étudier la dérivabilité en moins 1 et interpréter géométriquement les résultats. إذا انطلاقا من هذه الدالة المطلوب أن ندرس الاشتقاق في ناقص واحد، وكذلك أن نقوم بتفسير أو تأويل النتائج هندسيا. إذن اكتبوا الأسئلة في أوراقكم، ثم حاولوا الإجابة على السؤال، ثم بعد ذلك ارجعوا لمتابعة الشرح على الفيديو. إذن نبدأ على بركة الله. Étudiez la première question. Étudier la dérivabilité en moins 1. إذن سندرس قابلية الاشتقاق في ناقص واحد. ماذا سنفعل؟ يعني سنحسب معدل أو نهاية معدل التغير. On va calculer la limite du taux d'accroissement en moins 1. Si on trouve une limite finie, alors elle est dérivable. Si on ne trouve pas une limite finie, c'est-à-dire une limite infinie, alors la fonction n'est pas dérivable. لدينا هنا إكس أستثنى ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. لاحظوا إذن هذه القيمة المطلقة يجب أن نحدد كتابتها أو قيمتها لكي نستطيع الحساب، حساب نهاية معدل التغير. إذن جي لإكس تساوي إكس أستثنى ناقص القيمة المطلقة لإكس زائد واحد. تتغير قيمة هذه الكتابة حسب إشارة إكس زائد واحد. إذا كان إكس زائد واحد موجبا فإن قيمته المطلقة هي إكس زائد واحد، وإذا كان إكس زائد واحد سالبا فإن القيمة المطلقة تساوي ناقص بين قوسين إكس زائد واحد. إذن سنناقش حسب إكس زائد واحد موجب أو سالب. إكس زائد واحد موجب يعني أن إكس أكبر من ناقص واحد، وإذا كان إكس زائد واحد سالبا يعني أن إكس أصغر من ناقص واحد. إذن si إكس est supérieur ou égal à moins 1، إذا كان إكس أكبر من ناقص واحد، alors si إكس est supérieur ou égal à moins 1، alors la valeur absolue de إكس plus 1 égale à إكس plus 1 parce que إكس plus 1 est positif, car إكس plus 1 est positif. D'accord. Et si X est inférieur ou égal à moins 1, alors X plus 1 est négatif. Donc la valeur absolue de X plus 1 égale à moins, entre parenthèses, X plus 1, c'est-à-dire moins X moins 1. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on obtient pour G? On peut écrire G de deux façons. G de X égale à X au carré moins, entre parenthèses, X plus 1, avec X supérieur ou égal à moins 1. G de X égale X au carré moins X plus 1, c'est-à-dire plus X plus 1 si X est négatif. Non, c'est X est inférieur ou égal à moins 1. Bien. Maintenant, on va calculer la limite du taux d'accroissement. إذا سنحسب نهاية معدل التغير في ناقص واحد. نهاية جي لإكس ناقص جي لناقص واحد على إكس ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد. إذا كان إكس يؤول إلى واحد إلى ناقص واحد، إكس أكبر من ناقص واحد يساوي نهاية نعوج جي لإكس بقيمتها إكس أس 2 ناقص إكس زائد 1 بين قوسين ناقص جي ناقص 1. صورة ناقص 1 تساوي ناقص 1 أس 2 ناقص 1 زائد 1 يساوي 0، يعني ناقص 1 أس 2 ناقص 0 يعني ناقص 1 أس 2. ناقص 1 أس 2 يساوي 1. إذن جي لناقص 1 تساوي 1 ناقص 1 على إكس زائد 1 تساوي نهاية إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1. نزيل الأقواس ناقص 1 على إكس زائد 1 إكس يؤول إلى ناقص 1 بحيث إكس أصغر من ناقص 1، إكس أكبر من ناقص 1، إذا لدينا هنا إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2 تساوي نهاية إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2 على إكس زائد 1 إذا كان إكس يؤول إلى ناقص 1، إكس أكبر من ناقص 1. إذا عوضنا المقام بناقص 1 نحصل على 0. إذا عوضنا في البسط ناقص 1 أس 2 يساوي 1 ناقص 1 يساوي 1. إذن 1 زائد 1 2، 2 ناقص 2 0، وبالتالي لدينا 0 على 0. إذن هذه النهاية غير محددة أو شكل غير محدد، سنحاول تغيير الكتابة أو تبسيطها لكي يكون الشكل محددا. إذن لدينا إكس ناقص إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2 يساوي، لاحظوا أنها تساوي إكس أس 2 زائد إكس. إذا أضفنا هنا إكس وطرحنا إكس ناقص إكس ناقص إكس ناقص 2، أضفنا إكس وطرحنا إكس، إذا لم نغير شيئا. إذا لدينا هنا إكس أس 2 زائد إكس ناقص إكس تساوي إكس أس 2 زائد إكس ناقص 2 إكس ناقص 2. إذن إكس أس 2 زائد إكس نقوم بالتعميل، إكس عامل لإكس زائد 1، ثم هنا نعمل بناقص 2 ناقص 2 عامل لإكس زائد 1. لاحظوا بأننا بينا هنا إكس زائد 1 وإكس زائد 1 هنا، إذن يمكن أن نعمل بإكس زائد 1 فنحصل على إكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 2، وبالتالي استطعنا تعميل البسط. إذن إكس أس 2 ناقص إكس زائد ناقص 2 يساوي إكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 2. إذن سنعوض نهاية إف جي لإكس ناقص جي ناقص 1 على زائد 1 إذا كان إكس يؤول إلى ناقص 1 إكس أكبر من ناقص 1 تساوي نهاية إكس يؤول إلى ناقص 1 إكس أكبر من ناقص 1 لإكس زائد 1 عامل لإكس ناقص 2 على إكس زائد 1. الآن تلاحظون أن لدينا إكس زائد 1 في البسط وإكس زائد 1 في المقام، يمكن أن نختزل يساوي نهاية إكس يؤول إلى ناقص 1 إكس أكبر من ناقص 1 لإكس ناقص 2، وإذا عوضنا هنا بناقص 1 نحصل على ناقص 1 ناقص 2 يساوي ناقص 3. إذن جي قابلة للاشتقاق على اليمين، جي ديريفابل أون موانز أن à droite et g' d de moins 1 égale à moins 3. يعني العدد المشتق على اليمين بالنسبة للدالة جي في العدد ناقص 1 يساوي ناقص 3، إذا جي قابلة للاشتقاق على اليمين في ناقص واحد وعددها المشتق يساوي ناقص 3. ننتقل إلى النهاية على اليسار، نهاية إكس يؤول إلى ناقص واحد، إكس أصغر من ناقص واحد لجي لإكس ناقص جي لناقص واحد على إكس ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد تساوي نهاية. نكتب تعبير جي على يسار ناقص واحد تساوي إكس أس اثنان ناقص يعني زائد إكس زائد واحد ناقص صورة ناقص واحد التي هي واحد مقسوم على إكس زائد واحد. إذا كان إكس يؤول إلى ناقص واحد، إكس أصغر من ناقص واحد تساوي، إذا يساوي نهاية إكس يؤول إلى ناقص واحد إكس أصغر من ناقص واحد لي هنا إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد ناقص واحد يساوي صفر. إذا على إكس زائد واحد يساوي هنا يمكن أن نعمل بإكس فنحصل على إكس عامل لإكس زائد واحد على إكس زائد واحد. إذا يمكن أن نختزل بإكس زائد واحد يساوي نهاية إكس، إكس يؤول إلى ناقص واحد إكس أصغر من ناقص واحد يساوي ناقص واحد. نهاية إكس هي ناقص واحد، وبالتالي جي قابلة للاشتقاق على اليسار، جي ديريفابل à gauche de moins 1 والعدد المشتق على اليسار للعدد ناقص واحد يساوي ناقص واحد. الآن سنمر إلى السؤال الثاني وهو التأويل الهندسي. Deuxième question, interprétation géométrique. إذا في السؤال الأول لدينا G'D de moins 1 égale à moins 3. ما هو التأويل الهندسي لهذه النتيجة؟ يعني العدد المشتق للدالة جي على اليمين يساوي ناقص 3 بالنسبة للنقطة ناقص واحد. alors المنحنى سي جي يقبل نصف ماس ميله هو ناقص 3 في النقطة ناقص واحد. إذن أدمي سي جي أدمي une demi tangente. إذن هذا هو التأويل الهندسي، une demi tangente en moins 1 et de pente moins 3 d'équation. On va écrire l'équation de la tangente d'équation T d'un TG TD à droite TD la demi-tangente à droite a pour équation Y égale العدد المشتق هو على اليمين هو ناقص واحد ناقص 3 عامل لإكس ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد زائد جي لناقص واحد جي لناقص واحد تساوي واحد. إذا المعادلة هي ناقص 3 إكس ناقص 3 زائد واحد يساوي ناقص 3 إكس ناقص اثنان. هذه هي معادلة المماس أو نصف المماس على اليمين في ناقص واحد. الآن ننتقل إلى اليسار، يسار النقطة ناقص واحد. لدينا جي بريم جي لناقص واحد يساوي ناقص واحد. donc la courbe CG admet une demi-tangente à gauche de moins 1 à gauche de moins 1 et d'équation T, donc TG, apport équation Y égale G'G نكتب G'G لي موان زان أو لي ناقص واحد عامل لي إكس زائد واحد زائد صورة ناقص واحد بدال جي نعوض G'G بناقص واحد عامل لي إكس زائد واحد ثم جي لناقص واحد تساوي واحد فنحصل على ناقص إكس ناقص واحد زائد واحد يعني ناقص إكس مضروبة في إكس يساوي ناقص واحد ناقص واحد في إكس يساوي ناقص إكس ناقص واحد في واحد يساوي ناقص واحد إذا ناقص إكس زائد ناقص واحد زائد واحد يساوي صفر إيكغيك يساوي ناقص إكس هي معادلة المماس على اليسار إذن تلاحظون بأن معادلة المماس على اليسار هي إيكغيك يساوي ناقص إكس ثم المعادلة على اليمين تساوي إيكغيك يساوي ناقص 3 إكس زائد ناقص 2 معادلتان مختلفتان يعني مماس نصف مماسان مختلفان الآن سنحاول أن نرسم هذين المماسين لكي نستنتج إذن لاحظوا هنا نعتبر محور أو محوري المعلم متعامد منضم لدينا هنا النقطة O هنا واحد اثنان ثم هنا ناقص واحد النقطة التي يفصلها ناقص واحد لدينا المستقيم TD أو نصف المستقيم TD Y يساوي ناقص 3 إكس ناقص 2 سنرسم هذا المستقيم أولا أو نصف المستقيم على اليمين على يمين ناقص واحد صورة ناقص واحد هي واحد إذن صورة ناقص واحد هي واحد إذن هذه النقطة هي نقطة المنحنى التي أفصلها ناقص واحد إذا نصف المماس يمر من هذه النقطة ثم إذا عوضنا إكس بصفر إذا عوضنا إكس بصفر سنحصل على ناقص اثنان إذا لدينا هنا ناقص واحد ناقص اثنان صورة صفر هي ناقص اثنان بالنسبة لهذه المعادلة إذا كان إكس يساوي صفر إيكغيك يساوي ناقص اثنان إيكغيك يساوي ناقص اثنان إذن هذه النقطة تنتمي إلى نصف المماس إذن المماس يمر من هذه النقطة ويمر من هذه النقطة إذن نرسمه هكذا هذا هو نصف المماس على اليمين نرسم سهما صغيرا أو قطعة مستقيمية صغيرة تنتمي إلى المستقيم ونكتب أو نرسم سهما هكذا في رأس القطعة ننتقل الآن إلى نصف مماس تي جي Y يساوي ناقص إكس Y يساوي ناقص إكس إذا كان إكس يساوي صفر فإن Y يساوي صفر إذن هذا نصف المماس يمر من هذه النقطة ويمر من هذه النقطة إذا نرسم هذا المستقيم الذي يمر من هذه النقطة وهذه النقطة على يسار النقطة ناقص واحد نرسم سهما إلى اليسار إذا هذا هو نصف المماس بما أن هذا هو نصف المماس على اليسار هذا نصف المماس على اليمين. إذا نلاحظ بأن هذه النقطة تكون زاوية، أو نصف المماس يكونان زاوية، لذلك نسمي هذه النقطة نقطة زاوية. نقطة زاوية، un point anguleux. point anguleux. إذن هنا يمكن أن نرسم المنحنى هنا من هذه النقطة، مماس لهذا نصف المستقيم، ومن هذه النقطة على اليسار مماس كذلك. إذا هذا رسم تقريبي فقط. إذا هذه النقطة نقطة زاوية، يمر المنحنى هكذا ثم ينزل هكذا، فنحصل على نقطة زاوية. وبهذا نكون قد أنهينا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.